حلقة جديدة من نصائح صيدلية. اليوم قررت أنني كصيدلانية نهضر لكم على واحد العائلة ديال الأدوية اللي عندها واحد الأهمية كبيرة في الحياة ديال المرضى واللي عطت واحد النجاعة كبيرة، ألا وهي الكورتيكويد. هاد الكورتيكويد عندهم واحد المفعول كبير كمضادات للالتهاب، وكيتستعملوا في بزاف ديال الأمراض بحال الروماتيزم أو الالتهابات الأخرى. المشكل اللي كاين فيهم نقدروا نصنفوا المرضى الى ثلاثه الانواع. كاين اللي كيجي عند الطبيب كيسمع بان الكورتيزون كاينه، كيلتزم بالوصفه ديال الطبيب، كيفاش الجرعه ياخذها، واش في الصباح، اش من وقيتها، اش يستعمل معها من حميه، وكيفاش يوقفها. هذا ما عندناش معاه مشكل، كيدوز التريتمون ديالو نورمالمون مزيان. كاين واحد النوع اخر كيسمع انه كاين كورتيكويد ما كيستعملوش، مع العلم انها الكورتيكويد هو اللي غادي يعاونو في هذاك المرض. هذا النوع ديال سميتو كيضيعوا الفرصه انهم يتشافوا بهذه الوصفه. هذه كنبغيو نقولوا لهم بان الا التزموا بالوصفه ديال الطبيب وكيفاش شرح لهم الاستعمال، راه ما كيكون حتى مشكله اون جينيرال. على العموم يوقف الدواء ديالو، راه الاعراض اللي كيبانوا في هذه العائله ديال الدواء كيمشي. وكاين النوع الثالث، وهذا هو اللي كيكون شويه خطير، ما كيكونش مخرجوا ليه الطبيب او لا خرجوا ليه هادي عام ولا عامين وحس بواحد الفعاليه مزيانه، كيجيو كياخذوا منه لراسو لعده استعمالات. كاين اللي كيستعملوا شويه الحموريه ديال العين وما كيكونش محتاج ليها ولا شي حاجه. كاين اللي كيسمع بان جارتها عطاها لها الطبيب عندها شي روماتيزم ولا شي حاجه، او لا استعملتها واحد الصديقه ديالها الجلد ديالها وبان لها واحد نظاره ولا شي حاجه كتنوض تستعملها من راسها. وهنا كنذكر ناقص الخطر، لان من اخطر الادويه اللي كتكلاصا في الادويه اللي كتعطي اكثر الاعراض الجانبيه هو هذه العائله ديال الكورتيزون. غادي نديروا حلقه واحده اخرى باش نشرحوا لكم اشنا هما الاعراض والمشاكل اللي كدير لينا هذا الكورتيزون، وكيفاش نتفاداوها، وكيفاش نلتزموا بالوصفه ديال الطبيب. وشكرا.